الروز فصلتي جاري معي يا معلم، جاري معك. تعرف ايش كدير ليها؟ السلام عليكم خويا الزين، كدير لاباس؟ كلشي بخير يا محسن نصري؟ يا رجال ضافينا شي حاجه وقلنا القضيه بلوخه، قلنا نطلعوا لايف. او يطلع الدراري نقول لكم اخوتي شنو الجديد اللي كاين. الجديد نقول لكم الجديد اللي كاين اخوتي دابا يطلع اللايف شويه. كلشي بارطاجي هذا اللايف، الله يرحم لكم والديك. كلشي بارطاجي اللايف باش يوصل الناس هذا الجديد اللي كاين اليوم ما شاء الله. كلشي بارطاجي اللايف، نقول لكم الجديد اللي كاين. ياسين خويا تيكي ديال الماتش اخويا، ماشي اليوم، ماشي اليوم تيكي، انا غيكون غدا ان شاء الله ديال الديربي غدا، وقيلا غيتحط غدا ان شاء الله في السيت ديال الجامعه، في موقع ديال الجامعه ان شاء الله. عثمان دافيد سفيان واشا وحسن لا لا صافي بلا ما نجبدك، خليك طالع الاسم طالعك. قلت لكم كلشي بارطاجي اللايف باش نقول لكم معلومات اللي كاينه اليوم على انتدابات الرجاء ان شاء الله، غنجيكم الاخبار اللي كاينه جديده. كيف سبقت وقلت من السباق اللي كنت بان علمت بان كاين لاعب الايفواري ان شاء الله بانه قريب ان شاء الله من فريق الرجاء البيضاوي. فين ابو نبيل؟ كنشوفك اخويا نبيل. كيف سي نبيل، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ اليوم بقاو الناس بزاف في الخاص كيبقاو يسولوني على اللاعب ايفواري اللي كاين ديبي، لاعب ديبي لاعب ممتاز، ولكن راه نتوما كعارفين لاعب خا هو ممتاز جدا، ولكن يقدر يجي لفريق الرجاء يقدر يبان لك لاعب عادي جدا. ما فهمتش شحال من لاعب كان سوبر كان طوب جو الفريق وما عطاش، ما انسجمش مع اللاعبين وما انسجمش. واش اخويا نبيل الله يحفظك يا ابو نبيل، ربي يخليك ليا، الله يحفظك يا اخويا نبيل، اجرك غالي اخويا نبيل. قلت لكم لاعب ايفواري، لاعب ايفواري لاعب كبير جدا، ولكن الارقام ديالو كتحدث عليه لانه كان هداف الموسم الفارط وهداف هذا الموسم هادي، ونشوفوا حنا اللي كاين دابا. اللاعب الجديد اللي كاين هو اللاعب ديال المغرب التطواني الجناح الايسر يوسف العربيدي. داك العربيدي من اللاعبين الممتازين، انا اللي عجبني في هذا اللاعب ديال تطوان حاجه واحده، بحال نفس الشكل ديال اللاعب الفتح الرباطي اللي سنا دابا يوسف، اللاعب بس كيمتاز، كيمتاز جوكر، كيلعب يقدر يلعب لك جناح ايسر ويلعب لك جناح ايمن، لانه يعني اللاعبين جوكر من اللاعبين اللي كيعجبوني انا بحكا. ان شاء الله يكون مزيان معنا وي خويا نبيل، ان شاء الله يكون مزيان. داك بحال الارقام ديالو اخويا اللي قريت عليه كتكلم بانه مزيان عليه اخويا الزين. قلت لكم اللاعب ديال سميتو اللاعب ديال المغرب التطواني، انا ان شاء الله متفائل به لا كملت الصفقه، لاعب مزيان حتى هو تبارك الله، ومن اللاعب اللي سرع في البطوله، راه كاين واحد جوج ثلاثه ما في ثلاثه لاعبين اللي في البطوله اللي عندهم داك السرعه داك لافيتيس فكيجرب الكره فهمتي، وكنتمنى يكون خير ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين دابا لحد الان، راه تم وصول لاعب ايفوار اليوم في الصباح، و تلغريم راه تلغريم راه عنده نص حتى كنقولوا حنا هداف، ولكن ماشي كنقول وصيف الهداف ديال الدوري الايفواري، حتى هو كيتواجد في المغرب حتى هو، حتى هو بغى يمشي للغريم، واحد اللاعب ممتاز حتى هو، ولكن كنتمنوا حنا كنشوفوا اللي كيخصنا حنا الفريق ديالنا، حنا ما عندناش مشكل في الغريم. فريق الرجاء عنده دابا جوج لاعبين ممتازين، كنتمنى اليوم تتم الصفقات ديالهم، اللاعب يوسف العربيدي ديال المغرب التطواني جناح ايسر،
وهاد اللاعب ايفواري تسعود ان شاء الله كنتمنوا تتم الصفقه اليوم ان شاء الله بنجاح، ما يكون حتى شي مشكل في الصفقات. با عزيز كي داير لاباس عليك؟ هادشي اللي كنتمنوا خوش، واللي عنده شي اشكال ولا عنده شي سؤال بغا يطرحو مرحبا. خويا سفيان شمن جناح؟ اخويا الجناح اللي قلت لك اليوم المغربي ديال المغرب تطواني راه هو اللي قلت لك كاين، هو يوسف العربيدي. هذاك اليوم تا هو كاين مفاوضات معاه. يوسف العربيدي تا هو لاعب كبير ديال المغرب تطواني. ديبي اخويا اليوم كيصبح في راه صبح اليوم في مدينة الدار البيضاء. ديبي مهاجم كبير اخويا، والمهيري اخويا راه باقي كاين مفاوضات معاه، واش غتكمل ولا ما تكملش؟ داكشي بيد المكتب اخويا الزين. انا الشيطان اخويا، قربني شي راجا كونيكت اخويا الزيت، قربني ليها. لا اخويا لا، لا علاقه هي مع ديك الصفحه اخويا الزين، بعيد عليها، بعيد على ديك الصفحه اخويا الزين. ديك الصفحه ما شفنا الخير اخويا، ما منتواصل ما عادي كان نهضر مع الناس ولا، ولكن اخويا بعيد على ديك الصفحه اخويا الزين. ميري اخويا راه باقي في المفاوضات اخويا الزين. تيكي غدا غيكون ان شاء الله، وقيل اخويا غدا غيكون على موقع الجامعة ان شاء الله، يسهل الله. راس حرب المغربي اخويا، ما اخبار حتى شي راس حرب المغربي اخويا، لي خبار اخويا راه هو اللي كنقول لك دابا هاد الخبار هو ديبي كاين كيتواجد اليوم في مدينة الدار البيضاء اخويا الزين. حيت انا اخويا راه عندك جنافات، راه لا كان هاد الديبي غيسني اليوم، راه عندك ديبي وعندك خابه. اما جنافات راه خابه راه ممتاز، راه نقول القضيه شي خابه، شي من الناس الناس اللي كتنتقد خابه والله ما كيعرفوا الكره. خابه عطيني ليات مزيانين، عطيني ليات مزيانين الناس تسقي، عطيني ليات مزيانين. راه المهاجم اللي ما عندوش ليات مزيانين راه كيبك ما كاينش، نكونوا واقعيين. راه شتي الفرق عند الغالب عندهم اجنحه مزيانين كيكون ناف مزيان، واخا يكون ناقص كيبان لك مزيان، لان علاش؟ لانه كتوصلوا الكره. حدراف الماهر الحافظ كلهم باي باي اخويا الزين، مذكور حتى هو كلهم هادو باي باي. انا كنتوقع قلال الوجهه ديالهم غتكون ان شاء الله سميتها تكون طنجه، الوجهه ديالهم كامله غتكون طنجه. هادو الكعبي اخويا، الكعبي ما نقدرش نقول شي حاجه، ما مأكدش منها. انا شوف كما نقول شي حاجه اللي مأكد منها كنقول، ما مأكدش ما نقولش منها اخويا. اليوم اخويا علاش جا اليوم اخويا؟ علاش كيتواجد اليوم اللاعب ديال الايفوار اليوم في مدينة الدار البيضاء؟ الا هو التوقيع اخويا الزين. محروس اخويا، محروس اخويا، ما نقدر نقول لك والو علاش، ما نقدر نقول لك والو اخويا المحروس. تنتأكد اخويا، ما مأكدش راه ما نقولش انا في هاد القضية دابا، ويت لا ما تأكدش من حاجة ما نكتبهاش. شي وحدين فاش كتبت على الايفواري راك شم اول، يعني من الاولين اللي كتبت على الايفواري مع 4 الصباح. انا نعاود نصيفط السكرين تاكدوا من القضيه. قالوا لي انت اخبارك غلطه، اخبارك غلطه بنادم، ما فهمتش اخبار غلطه. عام قلت لك اللاعب ديال الفتح هوسنا، قلت لك دومونيكو هوسنا، قلت لك الخفيفي هوسنا. عطاني شي واحد قلتو ما سناش. واحد دخل عندي قال لي قلتي مالونغو، قلت لي عاود قرا شنو كتبت. كتبت يقدر يكون مالونغو مدة إعارة لموسم، يقدر ما كتبتش راه كاين مالونغو 100%. راه شي ما كيبغيش يفهموه شي ناس اخوتي. جناح ديال المنظيم بأخويا باقي في المفاوضات اخويا الزين، من اللاعبين الممتاز إلا جا هذاك. انا من اللاعبين اللي كنتسنى نتسمى نسمع سميتو بانه كيتواجد في مدينة الدار البيضاء، من الناس الممتازين داك السيد تبارك الله. سمعنا بلي يوسف العربيدي ديال كاين اليوم اخويا هذاك العربيدي من اللاعبين، حتى هو اللي قلت ذكرته، قلت لك لاعب ممتاز اخويا هذاك اللاعب العربيدي ديال المغرب تطواني، جناح ايسر هذاك، وكيمتاز بحال جوكا كيمتاز تب، يقدر يلعب حتى جناح ايسر ايمن عند الوسط الرجل. ام اسلام محروس مازال ما كاينش شي اخبار عليه، مازال ما كاينش شي حاجه مأكده باش نكتبوها عليه. خويا رشيد رمزي كنصوتك خويا حسان على الصفحه ديال راجا كونيكت، حيت كنشوفك انت وياك كتحط الاخبار مضبوطه في وقت متقارب. تحياتي لك خويا حسان على المصداقيه، واصل اخي. الاخ ديالي رمزي، راجا كونيكت اخويا ما عندي مع حتى شي صله اخويا، ما عندي مع حتى شي صله. انا الموقع ديالي اللي كنشتغل فيه هو جريده اليقين اخويا،
اول حاجه ذاك الموقع ما عندي معاه حتى شي حاجه. هذيك لاباج ما شفنا الخشيه ما عمرني يعني كنت واصل معاه ديك الصفحه، ولكن اخويا باش كنشتغل فيها ولا كان من هذا المبارك ما كنشتغلش وما عندي حتى شي حاجه كتجمعني مع هذه الصفحه هذه، ولو ما خدامين على راسهم انا خدام اخويا بوحدي كتشوفني الحمد لله خدام على راسي اخويا زين. الصفحه باش نجيبوا الاخبار مضبوطه راه اخويا راه خص تخدم كيخدم على راسك باش تجيب اخبار مضبوطه اخويا. اهولو غيتباع الحل الان ما كاين حتى شي حاجه على هاد الهضره اخويا. اهولو باقي ما كاين والو، محال محال شي تباع العام اخويا. اهولو ما تلقوش شي خبال غايا اخويا غيمشي غيتباع غيتم التسريح ديالو غايا اخويا زين، لانه غيجي الحارس ديال بركان هو اللي غيكون ان شاء الله هداف الدوري الايفواري اخويا عبدو. راه هو اللي قلت لك هو ديبي ولا غيكون راه كيتواجد اليوم في منين الضرب دا اخويا. البلايلي اخويا داخله في الرجاء كاينه الهضره هذه ماشي ما كاينش، ولكن اخويا واش غتكمل الصفقه ولا لا العلم لله اخويا، داكشي كيبقى بيد المكتب المسير اخويا. لا ما نضلش نمشي لا اخويا سفيان ما نضلش نمشي لطنجه، لكن غيتباع غيمشي بحالو اخويا الدوري القطري ولا الدوري السعودي. محروس اخويا كنتمنى يكون في الرجاء من اللاعبين الممتازين اللي كاينين في الدوري المغربي. هو باقي لحد انا اخويا ما كاين والو، اللي كيقول كاين شي حاجه راه باقي ما كاين والو هكذا. يوسف العربي دي اخويا كيف قلت سابقا قلت لك راه قريب من فريق الرجاء البيضاوي العربي دي اخويا كاين قريب. اجمل اخويا اون فاس ما حيت لي جنسي اخويا زين عبد السلام علينا عليك اخويا الزين. خويا مراد قلت لك محروسه اخويا راه كاين مفاوضات مع اخويا، ولكن باقي ما كاين والو لحد ما واش غتتم هاد المفاوضات ولا ما غتتمش. اخويا حسام على مانونغو ما بقاش غيجي اعاره. خويا مانونغو في الاول كنت قلت يقدر يكون اعاره مده موسم، حيت الفريق ديالو بغا يفسخ العقد ديالو بسبب اصابه اللي تعرض لها في بدايه الموسم، ولكن شوف واش غيتم فسخ العقد ولا غيكمل معاه. بو ياسين المهيري اخويا قلت لك راه باقي المفاوضات معاه. العربي ديال اخويا مراد كيلعب في المغرب التطواني جناح ايسر. انوار لا اخويا بوزوق ما غيمشيش باقي هنايا. لا 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 ناجي اخويا لا بوزوق ما غيتباعش اخويا مازال. انت اش عندك اش تطلقوا عندك حسبنا واش تطلقوا ما عندكش حسبنا واش تطلق بوزوق ما يمكنش تطلقوا اخويا زي فهمتي. الا غتطلق بوزوق خص يكون لاعب عندك احسن منه. اسكم ديما 2 ثواني ديما راجع اخويا الله يحفظك اخويا زيد. راه ديما راجا سمعنا عليها سبان سمعنا عليها طبال سمعنا عليها شحال من حاجه الراجا هادي الحمد لله. فاش كنقول لكم راه ما كان طب لهم والو على عارف علاش كنقول لك الكلمه هكا الحمد لله ما خاصنيش. هانتوما ما كتشوف المحل التجاري كبار ما خاصني حتى خير الحمد لله ما كان طب لهم الا بغينا نشوفوا الفرق مزيان ديالنا. الزمالك اخويا تعرض فيه ولكن الرجاء تم الرفض من فرق الرجاء البيضاوي اخويا. محسن اسماعيل اورو اغورو هاد اغورو خو والو هاديك صافي باي باي مكاينش. راه يوسف العربي دي راه من اللاعبين اللي غيلتحقوا في الرجاء. السلام فين عندك اخويا حسن اون فاس مع حياة الجنس اخويا رديد الظلوني غيستمر في الرجاء اخويا. اخويا هيرو غير الحارس ديال البركان غيلتحق في الرجاء البيضاوي اخويا حارس ممتاز ديك اخويا. خويا واش مهاجم غيسني اليوم ما كيتواجد في مدينه الضرب دا واش غيسني اليوم ولا غدا الصباح؟ مي اليوم كنظن العشيه غيتم التخريم ديالو كنظن. ايوا هذه الاخبار اللي جيت نوصل لكم اخوتي. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف وديما رجاء نتلاقاو في اللايف خو ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف.